أكد اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة على الدور المهم والحيوي لمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية خلال تعامل المملكة مع جائحة كورونا من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص، علاوة على اتخاذ المركز كغرفة عمليات رئيسية لجميع القطاعات العاملة على مكافحة الجائحة. التدريب والتطوير والإتقان سمات تعرف أحد أبرز المنجزات الطبية الحديثة في المملكة، مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية. إنه المركز الأكثر تطوراً ومواكبة لأحدث التكنولوجيات الطبية، ومقراً لتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات المرحلة بكل كفاءة واحترافية. لعل أبرز إنجازات هذا المركز تحققت في عام 2020 خلال جائحة كورونا المستجد، حيث سخر المركز كل إمكانيات التدريب الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومنتسبي المهن المساندة مختلف المؤسسات الصحية، وكذلك العسكريين والمنتسبين لقوة دفاع البحرين على كيفية التصدي لجائحة كورونا خلال تدريبهم في وضع الملابس الواقية وكيفية إدارة الأزمات المتعلقة بانتشار هذه الجائحة، بالإضافة إلى التدريب المكثف الذي استخدم فيه أجهزة التنفس الصناعي، حيث استفاد عن ما يزيد عن 3200 مقدم رعاية صحية في البحرين من هذه الدورات. وبفضل من الله وما يتمتع به المركز من مرافق حيوية وسبل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، قد تم تبني المركز من فريق الوطني للتصدي للفيروس كورونا المستجد كغرفة عمليات مركزية للمملكة، حيث أصبحت غرفة العمليات المركزية مركز ولي العهد محوراً رئيسياً لجميع الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة عبر تتبع الحالات المصابة وتوفير نظم معلوماتية تربط بين المحاجر والمراكز الطبية. مسؤولية وطنية وأمانة يحملها منتسبو هذا المركز لأداء دورهم الوطني بكل إخلاص وتفان لتلبية واجبهم الوطني في رفع الكفاءات الطبية وجاهزية العاملين في القطاع الطبي العام والخاص عبر استخدام أحدث تقنيات التدريب والتأهيل المعمول بها عالميا. مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية هو ثمرة من ثمرات الإنجاز في المجال الصحي في عهد سيدي جلالة الملك المفدى وسيدي ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله. المركز معني بتدريب جميع الكوادر الطبية والمهن المساعدة في مملكة البحرين لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. هذا الصرح الوطني الطبي معلم من معالم التطور والإنجاز الذي تعيشه مملكة البحرين وتتفاخر به بين الدول، والذي قام على سواعد وطنية ماهرة ومخلصة في أداء رسالتها الوطنية. مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية معلم وصرح تعليمي أكاديمي متطور جدا جاء ليلبي التطلعات والاحتياجات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين بكل كفاءة واحترافية مشهودة عالميا. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.